اهلا بيكم شباب، ايه الاخبار؟ الاول انا بشكر دكتور محمد حسين على التقدمه الجميله، بشكركم لتواجدكم النهارده. احنا السنه دي نكاد نكون بننهي التدريب والسنه التدريبيه قبل رمضان، كل سنه طيبين. الفتره اللي فاتت كنا ابتدينا نشتغل شويه على البايبولر ديس اوردر وخدنا فيه كذا محاضره. دكتور محمد طلب مني ان انا احاول اجمع قد ما اقدر حاجات في المانجمنت اوف بايبولر. انا بصراحه من الناس اللي بتحب البايبولر ديسوردر وبحب اتعامل مع حالات البايبولر، وبشوف ان هو دايما تشالنج، ويمكن كده لو حد عايز ياخد نبذه عن السايكايتري كله يبص على البايبولر. البايبولر بيلم كل السيمتومز وكل الدراجز وكل حاجه عايز تشوفها في السايكايتري ممكن تشوفها في البايبولر ديسوردر. اتكلمتوا يمكن مع دكتوره اسماء عن الباثولوجي، عن الكلينيكال بيكتشر بتاعه. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن المانجمنت بتاع البايبولر. يمكن برضه انا حابب ان المحاضره ما تبقاش ان المانجمنت هنعمل 1 2 3. انا حبيت ان انا اقول كلينيكال بيرلز، احنا مش هنمشي قوي حتى جايد لاينز على قد ما هنشتغل على اكسبيرينسز وستاديز اتعملت، يمكن حاجات منها مش في جايد لاينز لكن ستاديز موثوق فيها قوي، حاجات بنشوفها كتير. هتكلم النهارده عن كذا حاجه، هتكلم عن السبيشال كيسز اوف بايبولر، بنشوف البايبولر في السوسايد بيعمل ايه، في البريجننسي بنعمل ايه، في التشايلد بيعمل ايه، في الحاجات التانيه بيعمل ايه، وفي الاخر هنبدا نتكلم بسيط عن الريجومنز اللي بتستخدم في البايبولر من التريتمنتس او من الدراجز نفسها. مش هنمسك واحد واحد بالتفصيل، لكن لحد ما احنا هنحاول نعمل جايد مع بعض في الحالات وبنعمل فيها ايه الفتره ديت. اول حاجه حابين نقولها في الانترودكشن في البايبولر واحنا بنتكلم على التريتمنت بتاعه انه ملوش تريتمنت. There is no cure for bipolar disorder. دايما بنقول العينين كده، وده الاكسبكتيشن اللي بيبقى جاي من الاهل، هل انا ابني هيخف؟ دايما بنحاول نقول لهم ان هو حاجه زي السكر زي الضغط، احنا هنحاول نمانج وهيعيش حياته كويس على امل ان يبقى فيه علاجات توقفه، او في نسبه من العيانين بعد فتره لو مشينا مظبوط كويس قوي وقفنا العلاج ممكن فعلا ما يرجعلوش المره الثانيه. لكن فعلا ما بنقدرش نستخدم لفظ انه هيخف، لان مفيش كيور، لان مفيش ديفينيت باثولوجي قدامنا. ايه اللي بناخده في بالنا؟ سايكاتست شود بيرفورم دايجنوستيك ايفالويشن. اول ما يجي لي عيان بايبولر هراجع نفسي كويس قوي في التشخيص بتاعه، هأسس السيفتي لان السيفتي عندنا حاجه مهمه قوي قبل ما اشوف اتجاهاتي هتمشي ازاي في العلاج بتاعنا. والليفل اوف فانكشننج مهم قوي ان انا ابقى عارف الليفل اوف فانكشننج، لان العيان البايبولر ممكن يجي لي واحد هايلي فانكشننج وهو بايبولر، ممكن يجي لي واحد كرونيك يمكن زي اللي بنشوفهم ان بيشنت. هبقى عارف الفانكشننج بتاعه عامل ازاي واحط منه بيز لاين عشان اشتغل عليه بعد كده. ايه جولز اوف تريتمنت بتاعنا؟ محتاج ان انا اعمل ثيرابيوتيك الاينس، وده مهم مع العينين بتوعنا كلهم في اي تشخيص بتاعنا. محتاج ان انا اعمل مونيتورنج للسايكاتريك ستيتس بتاعه في كل مره بقعد معاه، اعمل له اديوكيشن كويس قوي ليه والاهله عشان يعرف مرضه ويعرف طبيعه مرضه. احنا بنتكلم على ريميتنج ريلابسنج كورس، مرض بيروح وبيجي كل شويه، الاهل هيلقطوه ازاي؟ هيعرفوا الباترن بتاعه ازاي ويتعاملوا معاه ازاي؟ والانتيسيبيتنج ستريسرز، كل عيان عندنا بنبقى عارفين عيان ده بيتعب لما يروح امتحانات، عيان لما يتخانق مع مراته، عيانه لما تتحط في ضائقه ماليه. الحاجات دي مهمه برده ككلينيكال ناخد بالنا منها. دايما حتى العينين بتوعنا الطلبه اقول للاهل يعني لو هو كويس وبقاله مده ما قللش العلاج قبل امتحانه مثلا. لو حد داخل الجيش لا استنى لما تخش الجيش وتستقر في الوحده بتاعتك. الحاجات دي مهمه في الاسسمنت ولازم ابقى احطها جول قدامي، مش بس ان انا هقول له لا هتقعد 6 شهور ولا هتقعد سنه وهقلل العلاج. Early identification of the episode، ويمكن دي بنحتاج ان احنا نعتمد على الاهل فيها شويه. الاهل اول ناس بيلقطوا، يقول لك انا ابتديت اشوف حتى عينه اتلخبطت شويه، التبريئه ظهرت. طبعا دي مش هتلاقوها في كتب لكن هنسمعها من العيانين، او مش احنا اللي هنلقطها على قد ما الاهل هيلقطوها. النوم بتاعه، الباترن اوف داي بتاعه، الصرف بتاعه، الاهل بيلقطوها قبل مننا كمان. ونقلل الفانكشنال امبيرمنتس اللي ممكن تحصل منها. لو هنتكلم عن الامرجنسي تريتمنت بتاعنا لازم في حاجه اسمها ساينز اوف اجيتيشن، لازم انا بعرفها كويس قوي. كلنا طبعا يمكن عارفينها، واول حاجه بنشتغلها لما بنشتغل في المستشفى ان احنا بنعرف الساينز اوف اجيتيشن او الاريتابيليتي. في منها فيربال وفي منها بيهيفيورال، من غير ما نفهم ومن غير ما نقرا ومن غير ما نبص احنا عارفين ان في حاجه اسمها فيربال. صوته بيعلى، بيتعصب، بيبتدي يشتم، بيبتدي يزعق للناس اللي حواليه حتى لو حد كبير. كان لسه جاي لي عيان من فتره من الاقصر تقريبا او من الصعيد، فالاهل جابوه عشان حركه واحده عملها، جاله كبير البلد يهديه قام ضربه بالقلم ما اتكلمش ولا كلمه، قالوا لا يبقى ده كده مش طبيعي ولا جن ولا عفاريت ولا حاجه، لا ده شكله تعبان نوديه للدكتور. الفيربال والبيهيفير. وطبعا في التريتمنتس بتاعنا احنا كلنا عارفين ومتعودين ان اول حاجه ويمكن اكتر حاجه موجوده قدامنا هالوبيريدول، انتراماسكولار هالوبيريدول. عندنا ممكن نستخدم البنزودايزيبينز طبعا، سواء اذا كان عندنا حاجه اكيوت او شورت اكتنج او حاجه لونج اكتنج، عارفين الفرق ما بينهم.
في حاجات بتشتغل بسرعه معانا في 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 الستارت اوف اكشن بتاعها، وفي حاجات بتستنى وبتقعد معانا مده شويه زي النيوريل لما كان موجود من فتره. في اتيبيكال انسايكوتكس ممكن نستخدمهم امرجنسي، طبعا في حاجات بتبقى موجوده بره انجكشنز كان في فتره موجوده عندنا زي بريكسا بس دلوقتي مش موجود. وساعات كنا بنستخدم زي الفيلوتاب زي براكسا الفيلوتاب اللي هي الحاجات اللي بتتاخد سابلينجوال او بتبقى ديسبيرسبل بتشتغل برضو بسرعه بنستخدمها في الامرجنسي. واللورازيبام للاسف مش موجود عندنا. هدخل العيان ولا مش هدخل العيان، خناقه العياده الخارجيه اللي دايما بتبقى موجوده عندنا، وحتى في العيادات لما بيقول لنا العيان ده ابص عليه محتاج يدخل ولا ما يدخلش، امتى اقول ان العيان ده محتاج يخش المستشفى؟ هحط كده سكيما قدامي. اول حاجه طبعا السوسايداليتي، العيان ده ابتدى يفكر في انتحار، وخصوصا في البايبولر لو بنتكلم النهارده البايبولر ديبريشن اعلى تشخيص في السايكايتري في اكتف سوسايد مش اتمتس، الاكتف سوسايدز مش في الديبريشن قد ما هي في البايبولر ديبريشن. اذا كان في لاك اوف انسايت طبعا ده هيبتدي يخليني اشوف ان العيان ده مش هياخد العلاج بتاعه، مش مقتنع ان هو تعبان. الدينجر تو اذر بيبل، اذا كان في ديلوجن او حاجه ثابته عنده هتخليه ياذي حد، سبيشالي طبعا لو اطفال او حد ما لهمش السلطه عليه. ريسك تيكينج بيهافير، ابتدى بايبولر لسه كان عندي عيان ابتدى يروح الكليه بيسوق بسرعه يقرب من البنات، واحد كان مره مش عارف يتحرش بمدرسه، اي ريسك تيكينج بيهافير مع اللي حواليه طبعا ده محتاج ادمشن فورا، مش محتاج حتى ان انا اجرب العلاجات الاوت بيشنت معاه. الدبريشن لو ابتدى يبقى بريفنت هيم فروم اذر فانكشنال، ابتدى يبقى ما بيروحش شغله، ابتدى يبقى ما بيتحركش من بيته، ابتدى ما بياكلش، ابتدى ما يبقاش عنده اي موتيفيشن يعمل اي حاجه، ده ممكن يكون انديكيشن اوف ادمشن. ولو حديله تريتمنت محتاج سوبرفيجن، يعني في ناس بتفضل ان انا لو حدي اي سي تي وخلال الفتره بتاعت الاي سي تي لا يبقى انا ادخله مستشفى، مع ان احنا ممكن نديها اوت بيشنت. في عينين تانية بيخشوا في هايبوتنشن جامد، عينين الكاتاتونيا محتاج سوبرفيجن وانا بديله العلاج بتاعه، لا يبقى يفضل ان هو ان بيشنت. ولو سيمتومز ذات كونتينيو تو بي بروبلماتيك، لو ابتدى الاعراض عنده صعبه قوي حتى لو هو اوت بيشنت وانسايتد بس انا حاسس ان هو ممكن يقلب او ممكن يزيد او ممكن الدبريشن يزيد او ممكن المانيا بتاعته تزيد، لا يبقى يفضل ان انا اخليه ان بيشنت معايا. هنتكلم عن جنرال اوتلاينز، زي ما قلت لكم في اول المحاضره احنا بنتكلم على الاوتلاينز واحنا بنتعامل مع عيانين البايبولر. طبعا يفضل لو انا عندي لس ال ابيسود، يعني عيان ابتدى يخش في هايبومانيا او في حاجه بسيطه، ابتدي بمونو ثيرابي سواء ليثيوم فالبرويت او حتى لو انسايكوتيك مونو ثيرابي لوحده. لو ابتدى يبقى سيفير او ميكسد ببتدي اعمل كومباينيشنز زي ما احنا متعودين، سواء الليثيوم مع الانسايكوتيك او الفالبرويت مع الانسايكوتيك. وممكن استخدم في الاول شورت تيرم ان انا استخدم البنزودايزابينز، وممكن ابدا اعمل في الميكسد ابيسودز اعمل دبل انتي مود ستابلايزر زي ما بنحط دايما الفالبرويت مع الليثيوم. عندنا مشكله دايما ان في ناس كتيره بتخاف من الليثيوم، لكن اي حد هيفتح الشابتر بتاع البايبولر هيلاقي نصه عن الليثيوم، واحنا المفروض ان اكتر ناس متعودين ان احنا نكتبه وعارفين السايد افكتس بتاعته وعارفين الدوز بتاعته عارفين الرينج بتاعه والافكتيف دوز بتاعه، فلازم يعني لو احنا مش هنكتبه مين اللي هيكتبه؟ الانتي ديبريسنس يمكن بتوع البطنه حتى بيكتبوها، لكن الليثيوم فعلا دايما من الحاجات السبيسيفايد لينا كسايكايتريست. الانسايكوتكس لو هنستخدمها طبعا يفضل الاتيبيكال عن التيبيكال، ليه؟ عشان ليها مود ستابلايزنج افكت، احنا بنتكلم على البايبولر فانا افضل ان انا اديله لو دراج واحد هيشتغل كسايكوزز ومود ستابلايزنج يبقى افضل ان انا اديله حاجه تيبيكال هضطر ان انا ادي معاها مود ستابلايزر. الترناتيف تو ليثيوم والفالبرويت لو انا مش هينفع طبعا ممكن استخدم اذر انتي ابليبتكس زي الكاربامازيبين او لوكس كاربامازيبين، يمكن ليهم less mood stabilizing effect لكن برضو option متاح بالنسبة لنا. زي عيانين ايه مثلا اكتر حد بنبقى منضطر ونديوله البريجننس مثلا، بنبقى خايفين ندي حاجة تانية، او لو واحدة في child bearing period ومضطر برضو ان انا اديها، صعب ان انا اديها ولا lithium ولا ديباكين او فالبرويت، فيبقى حديها كاربامازيبين او اوكس كاربامازيبين. If patient is on antidepressant should be tapered and stopped، عيانين اللي بيبقوا ماشيين على antidepressant وشايف ان هو bipolar طبعا ما ينفعش ان انا افضل اسيبه ماشي عليه لان طبعا في ريسك عالي قوي للشيفتنج الناحيه الثانيه. سايكوثيرابي لازم يبقى اوبشن وموجود ومتاح معانا لان بنستخدمه كتير قوي قوي كادجيفنت تريتمنت معاهم، لكن طبعا مش في الاكيوت او السيفير كيس. الريسبونس تو تريتمنت لازم نبقى عارفين ان احنا متوقعين ان التحسن بتاع العيان يمكن بعد 4 أو 5 أيام من بدايه العلاج، مش من اول يوم ولا تاني يوم. التليفون اللي بيجي لنا بعد تاني يوم انا اديته العلاج وهو زي ما هو، العيان ما نمشي، اصبر على ما العلاج يبدا يشتغل مش يخف ولا يتحسن. الابريشبل افكت او يبتدينا بقى نحس ان احنا في تحسن بنحسها كتير قوي في المستشفى للعيانين اللي بيتحجزوا من بعد 10 ايام لاسبوعين، وهو ده غالبا بدايه فتره خروج المرضى بتوعنا، هو اتحسن لفتره كويسه ابتدى يجين انسايت او ابتدى يبقى كنترولد من الناس اللي حواليه ويعرف يكمل على العلاج بره.
كان بي اب تو 4 ويكس واتينا ستيبل افكت ستيت عشان يوصل لمرحله ستيبل، ممكن نوصل لشهر. عشان كده حتى عملوا المد الالزامي بعد شهر، يعني انا ليا شهر كامل، لو العيان بعد الشهر ده صعب قوي انه ما يكونش جين الانسايت، فعشان كده بيضطر ان يجي له دكتور يعمل له مد التقييم الالزامي او حتى الاخصائي بتاعه يعمل له المد بتاعه للشهر. طبعا with clinical improvement many manic patients will develop partial insight، يعني زي ما قلنا من شويه هيرجع لهم الانسايت تاني. طيب if the first line fails addition of another first line agent، زي ما قلنا من شويه هحط مود ستابلايزر تاني او حدي انسايكوتيك من نوع تاني او ممكن اعمل كومبانيشن. addition of antipsychotic if not added، لو ما كنتش حتى حطيته هضيفه تاني. وطبعا عندي الاوبشن دايما للسيفير كيسز ان انا اشفت لل السلاح القوي بتاعنا الكلوزابين، وبيبقى فعلا افكتيف مع البايبولر. اول اي سي تي طبعا كلاين موجود معانا. هنبدا حاجه حاجه كده نبص احنا بنفكر فيها ازاي، وخلينا نفكر مع بعض. البايبولر ديبرشن ده بيسموه دايما داركر سايد اوف بايبولارتي، احنا بايبولر الدارك سايد بتاعه هو فعلا البايبولر ديبرشن. ليه؟ علشان ده دايما بيبقى ميس دايجنوز مع الميجور ديبرشن. يمكن كلنا من اكبرنا لاصغرنا وقعنا شفنا عينين ديبرست واديناهم علاج وبعد كده طلع ان هو كان بايبولر اصلا ديبرشن. مهم قوي ان احنا حتى نلقط التحويله بتاعته. يمكن في صعوبه في الاول لو اول مره اقعد مع عيان ان انا اقول ده بايبولر ولا مونوبولر، وصعب قوي ان انا ااخر التشخيص لانه مضطر ان انا اديله علاج. فللاسف لما بنشوف ان هو شفت بنلحق نوقف العلاج بتاعنا او نوقف الانتي ديبرسنت وندي المود ستابلايزر. اللايف تايم سوسايد بتاعه زي ما قلنا ده اكتر تشخيص، ممكن يوصل من 25 ل 50% من عينين البايبولر ديبرشن يحصل له سوسايد اتمت، مع ان الاجينست اليوني بولر ديبرشن 15% اللي هو اكتر مرض معروف ان بيحصل فيه انتحار. بيشنت سبيند 3 تايمز لونجر ان ديبرشن، عارفين العيان بيقعد مده طويله في الديبرشن زي ما قلنا، والريكفري بيريد از لونجر ذان مانيك فيز. عينين البايبولر المانيك تدينه العلاج بيتظبط بسرعه، لكن لما يخش في الديبرشن بيطول معانا المده شويه. effective treatment should have fewer brief milder episodes of few side effects. والتشالنج دايما بتاعنا بيبقى ان drugs for unipolar depression are less effective، يعني حتى دوت لو اديت له الانتي ديبرسنت القوي ممكن ما يكونش effective الا لو احتجت تدي معاه antipsychotic او mood stabilizer. والconcern of switching ناخد بالنا لو قلب معانا دايما. والثيرابي with at least two drugs is often required in acute and maintenance phase. من صعوبه العلاجات دي ان روشتا عمرك ما تعرف تدي العيان بايبولر ديبرشن دواء واحد، لازم محتاجين دوايين ويمكن ثلاثه وساعات بنوصل لاربع علاجات مع بعض. امتى ابتدي اشك ان الديبرشن اللي معايا ده بايبولر؟ قريناها كتير وذكرناها كتير قبل كده. يمكن في سايكلوثايميك او اكستروفيرتد، هيبقى عيان ابتدى يتحرك وابتدى يبقى اتنشط وطلع بره بيته بشويه. لو early age of onset of depression، عارفين ان depression اكتر بيجي في الاولد ايج مش في اليونج ايج. presence of postpartum onset، بنخاف دايما من العين البوستبارتم او الستات البيريبارتم حتى لما تخش في depression ان في احتماليه انها تبقى بايبولر وتقلب الناحيه الثانيه. abrupt onset to termination تحصل كتير قوي معانا، اديت العيان العلاج يجي لي بعدها باسبوعين انت احسن دكتور في الدنيا العلاج ظبطني انا عمري ما حسيت بتحسن ده، طبعا اقول له للاسف انا رجعت في كلامي هرجع لك تاني. worsening or less response to depressive episodes، ساعات برضو عينين الدبرشن زي ما قلنا من شويه ان هم بيبقى ريسبونس للديبرسنس بتاعتهم مش كويسه، يعني حتى لو عيان ديبرسد واديت له انتي ديبرسنت ابتديت بيه وما لقيتش ريسبونس اخاف، لان زي ما نقول كده هو ديب سايد اوف بايبولر، عشان يطلع بيبقى محتاج قوه بس افضل مغطي نفسي بالمود ستابلايزر معاه. شورت دوريشن زي ما قلنا بيخف بسرعه قوي. والفاميلي هيستوري اوف بايبولاريتي لو لقيتها طبعا اشك جدا ان ده بايبولر. فيرست لاين الليثيوم واللاماتروجين، اللاماتروجين معروف قوي بنحبه قوي في بايبولر ديبرشن. الانتي ديبرسنت مونوثيرابي از نوت ريكومندد، طبعا لو طالما انا اتاكدت وشخصت عمري ما حد انتي ديبرسنت لوحده، مع ان بيحصل ساعات لان احنا اتفقنا ان العيان بيبقى سوسايدال وكتير قوي قوي ابقى انا عارف العيان بتاعي وعارف ان هو بايبولر وداخل في ديبرشن وهيوصل للديبرشن، ساعات ببلغ الاهل وبدي العلاج الانتي ديبرسنت عشان بس اطلعه من الديبرشن واخد الريسك بتاع ان هو ممكن يشفت الناحيه الثانيه، بس ابقى اول ما يبتدي يتحسن اعدل العلاج. ده حتى ساعات بيسموها ان هو اندكشن اوف شيفتنج، ان انت بتعملها بس عشان تطلعه من الدبريشن، بس طبعا لازم يكون يا كنترولينج كويس العيان، اهله يكونوا ايدوكيتد كويس وعارفين انت بتعمل ايه، او طبعا لو معاك ان بيشنت في المستشفى من جوه. سايكوثيرابي مهمه قوي في الريلابس بريفنشن، لازم نزوده مع الفارماكوثيرابي. ما ننساش دايما ان احنا اي عيان بنقعد معاه احنا بس مش بريسكرايبرز، احنا بنقعد معاه ونفهمه العلاج، وخصوصا لما يبتدي يتحسن
نبعد عنه، نعرفه الريد فلاجز احنا بنسميها دايما كده، اقول للعيان خد بالك من العلامات الحمراء او من اللمبه الحمراء لو نورت، صرفك، نومك، كلامك، راي الناس فيك والناس اللي حواليك لازم ناخد بالهم، وهم دايما مرايتك، تعبك انت اللي مش بتشوفه، كل ده يعتبر سايكوثيرابي. لو هقوله في 5 دقائق انا كده خليت العيان بتاعي يكسب حاجه، وفعلا انا نفسي كسبت ان العيان ما تعبش تاني. If not responding to first line، احنا قلنا ان احنا هنزود الحاجات ديت اللاماتريجين، او ممكن نزود البوبروبيون، كان اختيار هايل بالنسبه لنا البوبروبيون لما كان موجود. عارفين البوبروبيون والبترين انتي ديبريسنت، بس طبعا ده من اقل الانتي ديبريسنتس المعروفه، انها بتعمل شيفتنج بتحسن المود لكن ما بتعملش شيفتنج للدبريشن الناحيه الثانيه. النكست ستيب طبعا احنا قلنا النيور انتي ديبريسنتس، لو هندي اس اس رايز او فينلافاكسين زي ما قلنا ساعات بنستخدمها عشان بس العيان ما يخشش في ديبريشن قوي قوي او ما يخشش في سويسايد. في حاجه اسمها بريك ثرو ايبيسود، عيان بيبقى كويس ومنتظم معانا ومره واحده تلاقيه تعب، او مره واحده دخل في بريك ثرو ديبريشن او بريك ثرو مانيا، ده معناه ان في عدم انتظام في العلاجات، هحتاج ان انا اظبط العلاجات بتاعته كويس قوي واتابعه واعلم الاهل ازاي يلقطوا العيان لما يبقى تعبان. انتي ديبريسنت ديوس سويتش انتو هايبومانيا، طبعا عارفين ان هي في الباي بولر 2 اول ما الحقيقي هيشفت يبقى احنا كده شخصنا ان هو باي بولر 2. الرابيد سايكلينج، سمعنا عن الرابيد سايكلينج؟ بنشخص ازاي رابيد سايكلينج؟ في سنه، لازم اكتر من 4 مرات في السنه او 4 او زايد عن 4 مرات يبقى احنا معانا ان احنا في ناحيه الرابيد سايكلر. دايما بنبقى عارفين ان هي بيبقى فيها في بارتشال او فور ريميشن فور ات ليست 2 مانث اور سويتش تو اوبوزيت بولاريتي، يعني دايما في خلال الشهرين هتلاقيه يا بيشفت يا بيرجع ريسبونس يا يرجع لنفس الحاجه، يعني مش لازم يكون في مانيا ويروح ديبرشن، ممكن يكون مانيا ويتحسن ويرجع لمانيا تاني. اوكي، وريليتيفلي ريزيستنت، لان العينين دول بيبقى صعب التحكم فيهم وتغيير العلاج كل شويه، وخصوصا ان احنا مش ضامنين ان العيان يجي لنا كل فتره قريبه. الرياليستيك جول فيها عجبتني بصراحه الحته دي، ان انا من اهم الجولز عندي مش بس ان هو يخف، ان انا significant reduction of symptoms واقلل عدد الريلابسز اللي بتجيله. يعني برغم ان في اتاكس بتيجي، بس انا لو قلت ان العيان ده ابتدت تجيله مره او حتى مرتين في السنه بدل ما كانت بتجيله 6 7 قلبات في السنه، دايما بنفهمها للعينين كده. ده طبعا من ضمن اكبر التشالنجز اللي موجوده عندنا موضوع الرابيد سايكلر. لازم اخد بالي من فاكتورز بروموتنج سايكلينج، في عينين بنبقى عارفين ان هم هيتعبوا في حاجات معينه، ازاي بالذات عندنا عينين كتيره اللي بيشتغلوا الشيفت وركرز، عارفينهم؟ في عينين دايما يقول لك انا شغال ورادي اقلب بالليل واقلب الصبح، العينين دول صعب جدا جدا التحكم في رابيد سايكلينج، ومن ضمن نصايحنا دايما بنقول لهم لا ظبط شغلك يا اما يبقى بالليل بس يا اما يبقى النهار بس، من ضمن الحاجات البروموت التعب بتاعه بسرعه. انتي ديبريسنت شود بي ستوب طبعا، لان ده هيدخله في ديبريشن على طول، هيدخله في مانيا على طول. والتريتمنت بنحب قوي في الرابيد سايكلر ندي الفالبرويت والليثيوم، يمكن الفالبرويت من احسن الحاجات اللي بناخدها في الرابيد سايكلر ان هو بيظبط الدنيا بسرعه معاه. وكومبايننج مون ستابلايزرز، دي من الحالات اللي بنستخدم كذا علاج فيها مع بعض عشان نحاول نظبط الحاله قد ما نقدر، واعتمادنا فيها اكتر على المون ستابلايزرز من الانسايكوتكس. سايكوزز، بنشوف سايكوزز في الباي بولر حدث ولا حرج، ناخد بالنا ان هو مش اي حد جاب سايكوزز بيبقى سكيزوفرينيك، بيحصل كتير قوي 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 مع البايبولاريتي، ولازم ناخد بالنا من العلاج بتاعه. كومنلي سين في المانيا اكتر من نص الحالات بيجي لهم، ديبريشن بيجي لها كمان، بيجي لها فعلا سايكوزز ساعات بيبقى موجود، بس بنبقى واخدين بالنا ان دايما بيبقى مود كونجرنت او ماشي مع الحاله اللي هو فيها دلوقتي. بيبقى بريدكتيف اوف باتر اوت كوم، لو جاء مود انكونجرنت غالبا بنراجع التشخيص بصراحه، يعني انا دايما لما الاقي العيان كده جاله في حاجه بعيده شويه او بيزار ديلوجنز او الهلوسينيشنز بقت كونتينيوس وداخله في فيجوال، لا هراجع نفسي هقول ده احتمال التشخيص بتاعي ما يكونش صح من الاول. يوجوالي داز نوت ريكواير انتي سايكوتيك ميديكيشن، لان احنا لو كنترولنج ومشينا على المود ستابلايزر افكت، هو هنا قصده ان احنا لو مشينا على المود ستابلايزنج افكت بتاعه خدنا العلاجات ممكن ما نحتاجش انتي سايكوتكس فيها عشان هيفضل في كنترول ستيت. كاتاتونيا اتفضل، ان احنا لو العيان بتاعنا في الاستابلايزنج افكت بتاعه ماشي على مود ستابلايزر مده طويله مش هيخش في سايكوزز وممكن ما يحتاجش الانتي سايكوتكس. تمام، كاتاتونيا ثيرد اوف بيشنتس ديورنج مانيك ابيسود بيجي لهم كاتاتونيا، والكاتاتونيا مش دايما الدارج ان العيان بيبقى نيجاتيف وما بيتحركش وما بيتكلمش، في حاجه اسمها
ايوه سمعوني. اكسايتمنت كاتاتونيا ممكن تيجي باكسايتمنت بزياده. بنعرفها منين عن النورمال اجيتيشن؟ او نفرق تبقى امبروفوكت ونوت دايركتد، ان دايما الاجيتيشن القوي قوي بيبقى حد نرفزه يروح يهجم او يضرب او يتعصب عليه، لكن الكاتاتونيك اكسايتمنت هي فعلا اقوى اكسايتمنت، يمكن اقوى من الاجيتيشن، وبتبقى نوت دايركتد وامبروفوكت لوحده، يقوم يحصل منه تكسير، يحصل منه عصبيه، ينزل يكسر حاجات في الشارع، وغالبا دي بتبقى موجوده في الباي بولر. ايه اخبارها في العلاج بتاعها؟ اسوشيتد وذ جريتر ابيسود سيفيرتي طبعا، ونيورولبتكس بتبقى بور افيكاسي معاها، وتريتمنت بيبقى ليه بنحتاج دايما معاها البنزو عشان يحصل لها كنترول في الاول، بنزو دايزابينز ان بيقلل الدنيا شويه، وطبعا لازم نبدا على طول السكند جنريشن انتسايكوتكس معاها. اوكي سويسايد لسه بنتكلم ان هو من اكتر الحاجات اللي بتبقى موجوده. الجنرال ريسك فاكتورز تو سويسايد او هيستوري اوف سويسايد اتمبتس، طبعا لو جالي عيان وقال لي ان في الفاميلي هيستوري ان في حد عنده انتحر، ده من اعلى الريسكس اللي موجوده ان ممكن هو يعملها تاني، فلازم اخد بالي كويس قوي واحطه تحت عيني، وحتى ممكن اعمل له ادمشن بالهيستوري بتاعه. سويسايدال ايديشن، الكوموربيد سبستانس ابيوز بيزود السويسايداليتي في البايبولر، في البايبولر بيرسونز، والبيرسوناليتي ديس اوردر طبعا لو هو كوموربيد معاه بيرسوناليتي ديس اوردر، والاجيتيشن والفاميلي هيستوري اوف سويسايد زي ما قلنا من شويه. الريسك بتاعه في الديبريسيف فيز بيبقى اكتر طبعا من الميكسد ستيت، لما في الديبريشن بيخش فيه جامد قوي غالبا بيفكر في السويسايد. والبريزنس اوف سايكوتيك سيمبتومز بيبقى اعلى من المانيك فيز، يعني لو لقينا سايكوزيس عالي او لقينا ديبريشن اخاف من السويسايد. والليثيوم لونج تيرم تريتمنت، احنا عارفين طبعا ان الليثيوم من الادويه القليله اللي في السايكاتري الابروفد ان هو انتي سويسايد دراج، فطبعا هنا مش محتاج ان انا افكر هديله ايه، هبدا بيه على طول، ولو هعمل له كومبانيشن هديله ايه معاه. الحاجه الثانيه اللي عندنا في سايكاتري انتي سويسايد كلوزابين، كلوزابين من الحاجات اللي ابروفد انها، بس هي المفروض في السكيزوفرينيا، لكن ساعتها ممكن استخدمه معانا خصوصا لو ريزيستنت بيشنت. سبستانس يوز ديس اوردر من اعلى الكوموربيديتيز اللي موجوده مع البايبولاريتي، او من اعلى التشخيصات اللي بيحصل معاها كوموربيد سبستانس يوز ديس اوردر، حتى هي يوز ديس اوردر مش ابيوز، هو ممكن ما يكونش ادكت بس هو يكون فريكوينت يوزر، وده طبعا من اول الحاجات اللي هتخلينا نخش في ريلابسز تاني. هاي ريتس اوف سبستانس موجوده عندنا عالي قوي، وده بيزود المود سوينجز الموجوده معانا وبيبريسيبيتيت الابيسودز انها تيجي من ورا تانيه. طبعا معاها جريت سويسايد ريتس واتمبتس وبور اوتكم، لان حتى ممكن السويسايد اللي يحصل فيها يكون مع دراجز، وممكن يكون مع اوفر دوز، ممكن يكون مع كومبايند دراجز بتتاخد مع بعض، لان الريسك تيكينج بيهيفير بيبقى معاهم عالي قوي. طبعا بيبقى كومنلي اوفر بوك او ما بناخدش بالنا منه كتير قوي، لان ساعات كتيره بيجي لنا عيان، لو عيان عادي جاي لنا احنا واخدين بالنا او شاكين ان هو بياخد مخدرات، لكن لما نبقى عارفين انه باي بولر الايه بيتكلم بزياده ممكن اقول ان ده من المانيا بتاعته او ان هو بيتكلم بزياده، وانسى ان انا اعمل له تحليل او انسى ان انا اسال كويس قوي في الهيستوري هو فعلا خد معاه حاجه ثانيه ولا لا، وبتحصل كتير. patients use substance to improve the mood status، هم بيعملوا زي سيلف ميديكيشن، احنا عارفين طبعا هو بيدور على حاجه ياخدها، يا لو هو ديبرست تحسنه، ولو هو هايبر وابتدى يقل بيبقى عايز حاجه تزود له الهايبر عشان هو حاسس ان هو كويس. تريتمنت طبعا لازم محتاجين ان احنا نمشي على العلاج بتاعنا ونوقف المخدرات حتى لو احتاج علاج، او حتى لو ابتدينا ان احنا نشخصه ان هو ديوال دايجنوزز ان هو ابتدى ياخد دم عليه، يبقى لازم نعالج الاثنين عشان الدنيا تستقر معاه. كوموربيد سايكايتريك كونديشنز، ممكن يكون في حاجات تانية مع البايبولاريتي او ممكن يكون زي البيرسوناليتي ديس اوردر، جريت ريسك تو انترا سايكيك وسايكو سوشيال ستريسرز، عيانين كتيرة قوي قوي من اللي عندهم بيرسوناليتي، يمكن من الحاجات اللي كنا نسمع عنها كتير زمان وتعلمناها في البوردر لاين بيرسوناليتي، بنلاقيهم ساعات بيجوا بيكتشر عامله زي بتاعه الباي بولر بالظبط. طب اشخصه باي بولر ولا اشخصه بيرسوناليتي؟ كان قبل كده زمان كنا دايما يقولوا لنا انت شخصت الواحد بيرسوناليتي وبقى له مده طويله، او واحده بقى لها مده طويله في البوردر لاين بيرسوناليتي، ساعات بيجي لهم حاجه اسمها افكتيف ديس ريجوليشن، يعني بيخشوا في مود سوينجز قويه قوي، وشفنا عيانين وصلوا سايكوزز معاه كتر ما هي الناحيه دي، وبتحتاج بقى الانسايكوتكس، بتحتاج المود ستابلايزر معاه. طبعا جريتر سيمبتوم بيردن، العيان بقى لو هيخش في ديسفانكشن هيبقى قوي جدا، خصوصا البيرسوناليتي اصلا مش مساعدانا ان احنا نرجع له البيز لاين. والاذر انكزايتي ديسوردرز، عينين الانكزايتي كتير قوي قوي بيبقى كوموربيد مع الباي بولر، شفنا كتير قوي عينين من الباي بولر وهم انكشس وهم عندهم الانكزايتي العاليه، وحتى الاو سي دي شفناها كوموربيد معاه. بتاع الاو سي دي والباي بولر طبعا.
من اصعب الحالات اللي ممكن تقابلك، لانك المفروض عشان او سي دي هتدي انتي ديبريسنتس وخايفه انك انت يتشفت الناحيه الثانيه. البريجننسي يمكن ما عندناش طبعا بيبرز كتير عارفينها، لكن بنشوفها كتير قوي. محتاجين ان احنا نراجع تشخيصنا اذا كان ده حاجه فيرست اتاك وجايه ديورنج البريجننسي زي ما كنا لسه بنتكلم على البيري بارتم سايكوزيس او بايبولاريتي او مود سوينج، ولا هي عيان بايبولر وجات موجوده معاها في البريجننسي بتاعها. High risk of birth defects طبعا لان احنا عندنا علاجات كتيره بتتاخد. Effective contraceptive practices ساعات كتير قوي بتحصل ان احنا بندي علاجات وما بناخدش بالنا ان العيانه البايبولر ديت حتى لو هي واخده contraceptive pills انا مديها معاه مثلا تجريتول. التجريتول ده هيكسر للاسف العلاج وهيخليها ممكن تحصل لها unplanned pregnancy. لازم اواخد بالي من الحاجات دي كويس قوي. Pregnancy must be planned in consultation with psychiatrist، وابدا من قبلها بفتره اقول لها هنغير العلاج ازاي، هنقلل ازاي، هعتمد على السايكوثيرابي، لو تعبنا هنضطر ان احنا ناخد اي سي تي. بحضر العيانه وجوزها واهلها بحيث ان احنا نبقى عارفين الموضوع يبقى فيري بلاند بالنسبه لنا. ديسيجن اوف كونتينيوشن ديسكونتينيوشن اوف تريتمنت، هل هوقف العلاج؟ وكان دكتور محمد شريف ربنا يصبحه بالخير كان دايما يقول لنا كده، انت حملتي وجايه لي وانا اللي هاخد القرار، خلاص هنقعد معاكي في البيت، هنعمل لك المسانده، هنقعد مع حتى لو مش هنحتاج ناخد العلاج عشان العلاج ما يأذيش الطفل اللي ملوش ذنب في اي حاجه. ساعات ان ده بيبقى الحل وبيحصل كتير قوي قوي ان الاهل كلهم يقعدوا ويتحكموا فيها ويسامحوها في اي حاجه تحصل منها ويبقوا قاعدين معاه لحد بس ما الدنيا تهدى. وممكن حتى بعد كده لو قلنا الولد هيتفطم وهياخد صناعي بس ساعتها هعرف ادي علاج لان هو هيبعد عنها يعني. اوبشنز بتاعتنا يا اما ديسكونتينيويشن يا اما ديسكونتينيويشن اوف ذا بيجنينج اوف بريجننسي. في مدارس بتقول ان انا مش هدي علاج خالص، في ناس بتقول ان انا اول تريمستر هبعد عن العلاجات، وفي مدارس بتقول لك ان انا لا، طب انا ممكن ادي حاجات كلاس سي. كلاس سي يعني انا بقيس الريسك والبنفيت بتاع العلاج بتاعي وابدا اديولها من بعد الفيرست تريمستر. ليه بعد الفيرست تريمستر؟ مش سامع. عشان النيورال تيوبس وعلشان التكوين بتاع البيبي اول 3 شهور بيبقى النيورال ديفكتس اللي انا بخاف منها بتكون اتكونت خلاص. ومن ضمن الحاجات برضو اللي سمعناها كتير قوي ان احنا كنا بندي هاي دوز اوف فوليك اسيد دايما، حتى بتجيلي ميجا دوزز. كان ساعات يجي لنا واحده مثلا بيشنت عندي وحملت وهي ماشيه على العلاج وجالها ان بلاند، حتى بيعملوها كتير في الابيليبسي نيورولوجيست، اعلي الدوز قوي بتاعه الفوليك اسيد. الدكتور لسه بيبقى كاتب حبايه اقول لها تاخدي 3 حبايات 3 مرات في اليوم. هو طبعا مفيش ضرر من الاوفر دوز بتاعه لان هو كده كده بينزل، لكن بيعمل بروتكشن قد ما نقدر لان هي حاجه ان بلاند وبنبقى بنعمل، وفي ستاديز قالت ان هو فعلا بيمنع التأثير السلبي يعني. فوليك أسيد نص، هو 500 مايكرو جرام يعني نص ملي جرام. احنا بنزود او ساعات 5 بس بياخدوها بصراحة في ديس أوردرز تانية زي بتوع الروماتويد أرترايتس بياخدوها ساعات. قلنا الفيرست تريمستر طبعا استحالة ان انا ادي حاجة زي الليثيوم او الفالبرويتس، حاجات مؤكد انها هتعمل بيرث ديفكتس. كاربامازيبين هبتدي اقيس الريسك بتاعه. في على فكره في النيورولوجيست في الابيليبسي بيدوا من غير خوف الكاربامازيبين، بيبقى قلبهم اقوى شويه في الحاجات ديت. احنا يمكن بنخاف اكتر ومش مراجعين الموضوع بزياده قوي قوي قوي، ودايما بنخاف ان احنا ندي حاجه تاثر عليها وبنشوف الحاله لو نقدر نستحملها. مهما كان برضو لو عيانه هايبومانيك او ديبرست ممكن نستحمل، لكن الابيليبسي بتبقى الدنيا صعبه والريسك بيبقى اعلى قوي، فساعتها بيبقى قلبهم اقوى ان احنا ناخد حاجه بس تكون مور سيف شوي. الليثيوم معروف طبعا، سؤال الام سي كيو اللي كلنا جالنا، الابشتاين انومالي من اكتر الحاجات اللي بيعملها، وعلى فكره النسبه برضو بتاعته هي ما تعتبرش عاليه يعني 1-2 في الـ1000، بس دي تعتبر 20 ضعف النورمال اللي ممكن يحصل، فطبعا يعتبر عالي وبيتسال في الام سي كيو. 22 يعني 20 ضعف. الفالبريت وكارمامزيبين بنخاف من نيورال تيوب ديفكت زي ما كنا بنقول عشان كده مش بنحب نديه في الاول، والكرينيو فيشال ابنورماليتيز، والحاجات اللس تيراتوجينيك افكت بتاعها يمكن تراي سايكليك. ليه؟ علشان حاجات كانت قديمه كان بيتعمل عليها ستاديز كتيره. كان زمان اول ما خدنا النيابه في الاول كان نقول في البريجننسي ادي تريبتيزول مفيش مشكله. ليه؟ بيعتبروا حاجه زي الباراسيتامول حاجه قديمه واستخدموها كتير قوي وما شفناش منه ريسك عالي قوي وهيساعد معايا قد ما اقدر، ممكن حتى يكون سيديتنج بس على الاقل هبقى ضامن شويه انه ملوش افكت. زي الهالوبيريدول ساعات لما بنستخدمه، الحاجات القديمه كان عليها تجارب كتيره واستخدمت كلينيكال كتير قوي. انسايكوتيك الترناتيف تو ليثيوم او فالبريت، الاستاديز او التجارب اللي اتعملت اكتر على الانسايكوتكس وسبيشال السكند جينيريشن كانوا مور سيف عن طبعا الليثيوم والفالبريت. هاي بوتنسي انسايكوتكس الهالوبيريدول كلنا يمكن استخدمناه،
النيورو انسايكوتكس لاست نون تراتوجينيك، ده من الحاجات المؤكده. ايه اكتر حاجات مستخدمه في النيورو انسايكوتكس؟ السكند جينيريشن انسايكوتيك في البريجننسي هنستخدم ايه اكتر حاجه؟ من الحاجات المشهوره اللي احنا بنديها فعلا الاولانزابين. ليه؟ لحد ما السيفتي عاليه، هيشتغل على الاثنين، هيشتغل انسايكوتيك، هيشتغل على المود ديس اوردر بتاعها، وفي نفس الوقت كانوا بيحبوه عشان بيبروموت الايتنج شويه. بالعكس ده في البريجننسي تبقى حاجه ساعتها ميزه بقى بالنسبه لي، وبيحسن السليب طبعا. فانا بضرب كذا عصفوره بنفس الحجر. والاي سي تي طبعا من ضمن الاوبشنز الهائله بالنسبه لنا. بيدياتريك طبعا حدث ولا حرج، مش عايز اتكلم واساتذتنا بتوع الاطفال قاعدين يعني. لكن من الحاجات الحلوه ان الليثيوم فيرست دراج تو بي ابروفد باي اف دي اي فور تريتمنت من 12 سنه. شايفين الليثيوم قد ايه من الحاجات المعتمد عليها من زمان وتعمل عليها ستاديز. طالما انا عارف العلاج وعارف انه الدوز بتاعته وعارف التوكسيسيتي بتاعته ممكن تبقى عامله ازاي، ممكن يستخدم جدا. ومش هطول بقى، الريسبيريدون، الاربيبرازول، الكوتايبين، الاولانزابين، الحاجات بتستخدم من سن كتير من قليل بتوع الاطفال طبعا اساتذتنا فيها. في ستاديز اتعملت ان سكند جينيريشن ار مور افكتيف ذان تراديشنال مود ستابلايزرز، اللي برضو كنا بنتكلم على الموضوع دوت، انك ممكن تستخدم بس السكند جينيريشن انت سايكوتيك. الريسبونس بيتراوح بقى الستاديز، الريسبيريدون، الليثيوم، الفالبرويت، بس معظم الحاجات تبقى افكتيف، وسبشلي لو انا شخصت صح في التشايلد البايبولاريتي. لو في بارشل او نون ريسبونس هريموف المود ستابلايزنج ايجنت واوبتمايز تريتمنت اند سويتش اور كومباين، نفس الجايد لاينز اللي بنستخدمها مع الاطفال، لكن طبعا مع التعديلات البسيطه في الابروفد دراجز بتاعتها. والبنزو دايزابينز ار اولويز ان اوبشن. الهايبومانيا نو ستاديز طبعا ما اتعملتش كتير قوي على الهايبومانيا في الاطفال، ويمكن برضو بيبقى ميكسد مع حاجات تانية. الدكاتره يساعدونا اذا كان بقى فيه الانكزايتي ساعات بتظهر معاها، الدبريشن بيظهر معاها، لان دايما في الاطفال بتبقى اتيبيكال وبتظهر بصوره مختلفه شويه. الاكيوت ديبريشن، المايل تو مودريت ديبريشن او سايكوسوشيال انترفنشن، بنعمل سي بي تي وبنعمل اظن كومبايند مع الاهل كمان عشان لهم التعامل مع الطفل هيبقى عامل ازاي. هحاول قد ما اقدر ان انا اقلل البردن بتاع الفارماكوثيرابي على الطفل، لكن مفيش مشكله ان انا استخدمه. ده الملخص اللي احنا دايما بنستخدمه مع الاطفال. والريسبونس ريت برضو بيبقى موجود، والاختيارات متاحه قدامنا لحاجات كتيره او تستخدم. In children, الكوتايبين مونوثيربي والولانزابين فلوكسين in acute treatment and lamotrigine in maintenance treatment of bipolar are efficacious زي الكبار بالظبط. اللاموتريجين طبعا عارفين هو مود ستابلايزر، كوتايبين باستخداماته بالدوزز كتيرة بتاعته، والولانزابين فلوكسين عارفينه، ولانزابين فلوكسين كومبينيشن موجود ومشهور قوي، موجود عندنا بيستخدم في الأطفال برضو بيبقى approved بالنسبة له. نخش في الميديكيشنز برضو مش هطول فيها كتير قوي معاكم، الى حد ما احنا عايزين ناخد برضو جايد لاينز كده او نراجع مع بعض حاجه حاجه في العلاجات اللي احنا بنستخدمها. اف دي ابروفد وكلنا عارفين معظم الحاجات. احنا لو هنتكلم على البايبولر كله مستخدم في البايبولر. البايبولر ده زي ما يكون الفيلد الاساسي اللي الدواء بينزل عليه، وبعد كده يشوف الحاجات التانيه هنستخدمه بقى اوف ليبل في حاجات تانيه ولا لا. زي ما انتم شايفين الاكيوت مانيا طبعا حدث ولا حرج، الاكيوت ديبريشن الاولانزابين فلوكستين الحاجات الهايله بصراحه في الاكيوت ديبريشن بتاع البايبولر. احنا خلينا فاكرين احنا بنتكلم على البايبولر، ده ساعتها هيبقى الاكيوت بايبولر ديبريشن. كوتايبين سواء الاي ار او الاكس ار، لورازيدون عارفينه كان مش موجود في المستشفى بس موجود بره دلوقتي، واخد ابروفال من 2013. وفي المينتنس بنحتاج بقى عندنا الليثيوم، عندنا لاموتريجين، كل المود ستابلايزرز والانسايكوتكس اللي ممكن نعتمد عليهم سواء الاولانزابين، اريبيبرازول، الكوتايبين، والريسبيريدون، والزيبراسيدون. زيبراسيدون طبعا مبقاش موجود دلوقتي. نرجع ونعيد ونزيد، نتكلم على البايبولر يبقى ما ينفعش ننسى الليثيوم. ايه حكايه الليثيوم معانا؟ انه مشكلته في ايه معانا؟ مشكلته دايما في السيرم ليفل بتاعه وفي المونيتورنج بتاعه. بنخاف لو عيان مش هيعمل تحليل، عيان هيسيب نفسه مده طويله ماشي وانا عارف انه مش هيجي لي ومش هيرجع لي تاني حتى كلينيك اللي انا اشوفه ده، بس العين اللي انا خايف ان انا اديله ليثيوم. لكن عيان ان بيشنت ما عنديش مشكله، عيان بيتابع وريجلر معايا ما عنديش مشكله، اراجع السيرم ليثيوم ليفل بتاعه كويس قوي ويبقى عيني على التوكسيستي بتاعته. من الحاجات الحلوه ان احنا نعرفها ان الليفل بتاعه احنا عارفين من كام لكام، من نص لواحد ونص، عشان ما ننساش كده دايما. ده الثيرابيوتيك رينج بتاعه، ليه رينج واسع قوي؟ في كلام اتقال ان انا بزود الافكت بتاعه لما اعلي السيرم ليفل جوه النورمال بتاعه. يعني الليفل اقل من 8 من 10 ار نوت از افكتيف زي اللي اعلى منها. ده في ستاديز اتعملت على الموضوع ده.
انا بتابع دايما بيها، مش بس عشان اطمن ان هو في النورمال رينج بتاعه والعين بيجي لي كل مره هو 0.6 0.6 اقول له انت كده تمام، لا ده ممكن ما يكونش افكتيف بالنسبه له ومحتاج ان انا ازوده لحتى واحد او لواحد واحد من 10. في عينين ظبطتهم زي ما بيقولوا كده دايما بتبقى على الدوز العالي شويه بس جوه الثيرابيوتيك رينج بتاعه، وطبعا واخد بالي من التوكسيستي بتاعته. از ماني سبسايدز بيتكلموا لسه ان انا طالما عليتها له والمانيا بقت عدت والدنيا في المينتنس، لا المينتنس انا مش محتاج اعليه في المينتنس رينج بتاعه، هنزل الدوز بتاعه اخليه في الواطي مش في العالي، برضو ابعد عن التوكسيستي قد ما اقدر. اول ساين حد بس يفكرنا بيها كده، اول ساين بتاع التوكسيستي ايه باخد بالي منها من العيان؟ تريمورز، كورس تريمورز بتيجي. طب ممكن اقول له ايه حاجه يعملها بسرعه او يظبط حاله بيها من غير ما اغير الجرعه بتاعتي؟ زود ملح في اكلك، برافو عليكم، زود ملح كده شويه في اكلك. ليه؟ عشان الصوديوم بيكمبيت مع الليثيوم فهيقلل النسبه بتاعته في الدم شويه، مش التقليل القوي لكن على الاقل هيزقه تحت، لو هو كان عند 0.9 على 1 على 1.1 لا ينزله تقريبا في حدود ال 0.3%، ينزله لتحت شويه فممكن يقلل لك تريمورز. طبعا ما ظبطتش يبقى لازم هقلل الدوز بتاعت الليثيوم بتاعتي. بيتر ريسبونس في الباي بولر ديبرشن على اليوني بولر ديبرشن. اتفضل. الليفل من نص لواحد ونص، ده اسمه ثيرابيوتيك رينج، ده رينج معايا ان انا اتحرك فيه. لو مينتننس والعيان ستيبل زي ما كنا لسه بنتكلم يفضل انك ما تخليهوش في الهاي نورمال، يعني ما يبقاش فوق واحد، يعني تيجي اقل من كده مثلا 0.2 مثلا 0.2 يبقى انا محتاج ان انا راجع الدوز، يبقى انا كده بره الثيرابيوتيك، يبقى هو اكنه ما بياخدش حاجه، يبقى هو كده لو شلته ملوش اي افكت. لو هو العيان ستيبل يبقى يتشال ملوش لازمه، وغالبا هتلاقي ستيبل على حبايه او حبايتين، هو كده بالنسبه له الميتابوليزم بتاعه سريع وممكن يكون هو اصلا من العينين اللي بياكلوا حوادق كتير مش جايب معاه افكت فخلاص هشيله. effective in preventing of future recurrences. لسه عندي عيانه حوالي 60 سنه او حاجه و60 سنه تقول لي انا جايالي بنتها جايباها هي داخله في سنه هايبومانيا، ست فيري ريزيستنت انها تاخد اي علاج وفرحانه بس ان انا باخد البريانيل بقالي عليه 20 سنه وهو مريحني وانا مش عايز اخد حاجه تانية. عايز اقول لكم يعني قعدت مده اقنعها ان احنا بس نزود معاها حاجه تانية ويا دوبك بعدها بشهر قالت بص انا همشي برده على البريانيل بس الحمد لله كانت اتظبطت وكانت مينتيند والحمد لله كانت الليفل بتاعته مظبوطه عليه. بريدكتورز ريسبونس ان انا يكون عندي جود انترميديت نورماليتي. المانيا فولود باي ديبرشن، لو مانيا داخله معاها ديبرشن يعني بيخش في ديبرشن يبقى ساعتها الليثيوم هيبقى كويس معايا. ابسنس اوف رابيد سايكلينج لان احنا قلنا الرابيد سايكلينج غالبا هحتاج الفالبرويت معاها. بيرسوناليتي ديس اوردر كوموربيديتي ده من ضمن البريدكتور اوف ريسبونس، على فكره البيرسوناليتي بيتحسنوا بالليثيوم من الحاجات اللي بتحسن الامبالسيف افكت بتاعها. والسايكوتيك سيمبتومز والفاميلي هيستوري اوف باي بولر، الليثيوم برده معانا هيبقى كويس قوي. ودايجنوزز اوف برايمري باي بولر بوردر لاين بيرسوناليتي ديس اوردر وبريفيوس فاميلي ريسبونس تو ليثيوم، عيان جالي انا كان عندي والدي بياخد بريانيل او عندي اخويا غالبا هيبقى افكتيف معاه جينيتيكالي وهديله ممكن وانا مغمض كمان. فالبرويتس تاني اقوى حاجه عندنا في الباي بولر، عارفين ان هو ليه ليفل المفروض ان احنا بنتابع بيه والمفروض ان انا لو حد هدي العلاج بتاعه ان انا بوزن العيان وبديله على حسب البادي ويت بتاعه زي ما بندي مع الاطفال. الستارتنج بتاعي من 30 ملي جرام بي كيلو جرام وممكن ازود بعد كده لحد كام؟ حد 50 تقريبا، كان برضه بنسال فيها في الامتحانات. الليفلز بتاعته 45 مايكرو جرام بير ميري، ده الانتي مانيك افيكاسي. وفي كان برضه سؤال ساعات بيجي في اللي دخل ماستر ان الثيرابيوتيك ليفل بتاعه في الابيليبسي غير الباي بولر، كل واحد وليه الرينج بتاعه. احنا بنفضل ان احنا نبقى حوالي ال 45. بروبلماتيك لو وصلنا لو علينا فوق ال 100 ده ساعتها ممكن يبقى يحصل منه توكسيستي ويحصل منه لود على الليفر بزياده. لودنج استراتيجي بتاعه بره على فكره بيعملوا له لودنج ساعات لو عيان محتاج ان انا بسرعه ان انا ادي له اي في، بس عندنا مش موجود للاسف. ايه البريدكتورز اوف ريسبونس غير بقى الليثيوم؟ ايه الحاجات اللي تخليني افكر فيه الاول ان انا ابدا بالفالبرويت؟ المالتيبل ايبيسودز لسه كنا بنتكلم على الرابيد سايكلر بيبقى افكتيف معاه قوي الفالبرويت. كوموربيد الكحول او انكزايتي، الاكيوت مانيا، الرابيد سايكلينج، الميكسد ايبيسودز، ميكسد اللي بيبقى فيها ديسفوريا العاليه قوي بيفضل فعلا ان انا اديها فالبرويت لان من الحاجات اللي بتحسنها بسرعه بجانب طبعا السكند جنريشن اند سايكوتيك. السكندري باي بولر
عيان جالي وشفت على حاجه تانية او سكندري لحاجه تانية، سواء اذا كان ميديكال كونديشن ممكن يكون سكندري تو ميديكال كونديشن، الفالبرويت من الحاجات اللي بتحسنها كويس قوي، والفاميلي هيستوري اوف انكزايتي ديس اوردرز اللي عندهم الانكشس بيرسوناليتيز في العيله كتير وجاي منهم حد باي بولر، غالبا الفالبرويت كويس. الفالبرويت على فكره من الادويه الكويسه حتى في الانكزايتي، يعني في زمان كان من ضمن الحاجات اللي بناخدها او من الاختيارات المتاحه قدامنا لو عيان انكشس وعالي قوي ان انا اديله الفالبرويت. الفالبرويت من الادويه السحريه اللي بتستخدم في حاجات كتير قوي، بتستخدم حتى في الميجرين، ما اعرفش سمعته قبل كده ولا لا، انه ممكن يتاخد في الميجرين ويبقى افكتيف معاه. لاماتروجين استخدمناه كتير طبعا وحافظينه وعارفينه، انا شخصيا بحب جدا اللاماتروجين. الدواء فيري سيف، دواء ما بيتخنش العيان ولا بياكله بزياده، ما بيوقعش شعرها، ما بينيمهاش بزياده او ما بينيموش بزياده. المينتنس لو انا مديله صح وقعد عليه مده طويله فعلا ما بيبقاش فيه سايد افكتس خالص. مشكلتنا دايما ايه او بنخاف من ايه؟ ستيفن جونسون والالرجي بتاعه. لو انا بديه صح وهبدا فيه صح وابتديه بالراحه واحده واحده لحد ما الدنيا تتظبط معانا ومطمن ان ما فيش راش، هيبقى دواء هايل وممكن اكمل بيه وعندنا عينين كتير قوي مكملين بيه. بالمناسبه الكومبينيشنز مع اللاماتروجين ايه اللي بنخاف ان احنا لما نحطه معاه؟ لا بعكس، التجريتول او كارمامازيبين بيكسر في اللاماتروجين، فساعتها مش هخاف قوي من الدوز بتاعته، لكن هخاف من الرش لان الاثنين بيعملوا رش. لكن اللي هخاف منه الفالبرويت، لان حتى لما نيجي نتكلم التايتريشن بتاعه لما يجوا يتكلموا على لاماتروجين يقول لك لو هو بياخد فالبرويت قبل كده لا انا هعمل هاف الدوز وابدا معاه بالراحه قوي، لان الفالبرويت بيعلي الافكت بتاعه جدا وهو بيعلي الافكت بتاع الفالبرويت. فناخد بالنا برضو من الكومبانيشنز دي مع بعض. مهم قوي بالنسبه لنا ان هو افكتيف في البريفنشن اوف ديبرسيف ابيسودز. لاماتروجين دايما حتى ما كنا بنقعد نذاكرها يقول لك في حاجات بتشتغل من تحت لفوق وحاجات من فوق لتحت. لاماتروجين من الحاجات اللي بتمنع الدبريشن او تحفظ لي العيان ان هو يخش في الدبريشن كتير قوي. بلاك بوكس وارنينج طبعا عارفين بالنسبه لموضوع ستيفن جونسون سيندروم. اذر انتي كونفالدنس الاوكسكارمازيبين والكارمازيبين اتكلمنا عنهم. عفوا اختيار متاح وموجود قدامنا، لكن برضو ما زالت مش افكتيف قوي قوي زي الفالبرويت او زي الليثيوم. توبيراميد حاولوا معاه كتير قوي لكن للاسف هو دواء بيحبوه وبيخسس وكان نفسهم ان هو يبقى افكتيف لان هو افكتيف في الابيلابسي، بس ما كانش افكتيف كويس في البايبولاريتي. ونفس الفكره مع جاباپنتين والفينيتوين والليفتراستام، للاسف الحاجات دي ما كانتش برضو افكتيف قوي. فيرست جينيشن سايكوتكس بنستخدمها في البايبولر. انتوا نمتوا ولا ايه؟ بستخدمها بس هي ملهاش مود ستابلايزر افكت. خلينا دايما فاكرين فيرست جينيشن لازم هحط معاه، مش زي السكند جينيريشن انسايكوتيك لا ممكن نستخدم لوحده ان هو ليه مود ستابلايزنج افكت، بستخدمه مع كومبانيشن مع المود ستابلايزر وليه سوبيريور افكت. وطبعا ميزته في حاجات لو انا عارف استخدمه صح هيعمل لي سيديشن كويس، هيربط لي العين زي ما بنقول من الاول كويس، وفي نفس الوقت هخف من السايد افكتس اللي بيبقى عاملها زي الاكسترا بيراميدال، زي السوبر ممكن تحصل النيجاتيف سيمبتومز للاسف مش هيبقى كنترولنج عليها. سكند جينيريشن حدث ولا حرج. هما اولا بس يعني انا مدي هنت بس عشان نفتكر هما ليه اسمهم سكند جينيريشن او شغلهم على ايه. دايما كان فيرست جينيريشن بيقفل لي الدي 2 بتاع السايكوزس اكتر، سكند جينيريشن بيشتغل على ال 5 اتش تي 2 اي السيروتونين، بيشتغل على السيروتونين غير الدوبامين وبيظبط لي البالانس ما بين الاثنين في ديفرنت سايتس اوف ذا برين بدون الدخول في التفاصيل لان مش ده موضوع محاضرتنا النهارده. وده اللي بيخليه يشتغل على بوزيتيف ونيجاتيف سيمبتومز وفي نفس الوقت يبقى ليه انتي ديبريسنت افكت وليه مود ستابلايزنج افكت. الانتي مانيك قلنا ان هو بسبب البارشل اجونيزم على دي 2 ريسبتور، والانتي ديبريشن على السيروتونين، والافكت بتاعه قلنا برضو في المحاضره من الاول ان ممكن يظهر من بعد 3 ايام ممكن لحد 5 او 7 ايام. من الحاجات اللي بتشتغل كويس قوي في الديبريشن الكوتايبين والاولانزابين والريسبيريدول، بس يمكن بالترتيب الكوتايبين اكتر واحد وبرضو مش مكتوب هنا، لكن الاريبيبرازول من الحاجات اللي ممكن تستخدم معاه كويس قوي. الاولانزابين اكويفلنت تو ليثيوم في الافيكاسي من اعلى الحاجات في السكند جينيريشن انسايكوتين كمود ستابلايزنج افكت، عارفين ان هو اولانزابين ولكن عيوبه كلنا حافظينها، ميتابوليك سيندروم عالي جدا جدا، البادي ويت والاكل العينين، وللاسف حتى من الادويه اللي مش بيحصلها توليرنس يعني عين بيفضل مده ياكل يعني. لكن في علاجات تانية او ادويه تانية ما بتتاخد فتره بيقول لك انا اكلت في الاول بس بعد كده خلاص الدنيا بقت اتظبطت شويه،
من الحاجات برضو اللي غلسه في ان ما بيحصلش تولرنس في الاكل والايتنج المرتازابين، بنديه تلاقي العيان برضو يفضل يزيد وزنه يزيد ما بيثبتش في حاجه. يمكن مش عشان الشركه موجوده، لكن الكوتايبين من الحاجات اللي ما بيحصلش معاها ان العين يفضل يزيد. بيحصل في الاول انكريز، لكن غالبا الدنيا بتبقى استابلايزد، وخصوصا لو استخدمت مش الاي ار الاكس ار. ريسبيريدون بيبقى كويس جدا، وخصوصا لو معانا سايكوتيك سيمتومز تبقى عاليه. والاريبيبرازول قلنا ان هو بيستخدم، وبيستخدم في حاجات كتير قوي، من الادويه السيف قوي. يمكن كانت من ضمن الاستاديز الغريبه اللي كلنا يمكن قرناها، ما اعرفش عدت علينا ولا لا، ان من سنتين او من 3 سنين اعلى دواء بريسكرايبد في اليونايتد ستيتس كان الابيليفاي. فحتى يعني مش انتيبايوتيك، مش انالجيزيك، مش حاجه، لا هو حاجه ليها علاقه بالسايكاتري، وهو الاريبيبرازول. ليه؟ عشان دايما الامريكان ستايل ان انا سيفتي فيرست، مش عايز سايد افكتس، مش عايز عينيه تعب من حاجه، مش عايز يشتكي من حاجه. فهو فعلا من الادويه الحلوه، وهناك بيعتمدوه جدا في المينتنس بتاع البايبولر، كل العينين مينتيند على الابيليفاي او الاريبيبرازول. يعني الديبو، استخداماتنا للديبو تنفع مع البايبولر، تنفع مع البايبولر، بنستخدمها كتير، وحتى هنا في المستشفى بنستخدمها كتير قوي. وبسبب ان انا ادرنس عين البايبولر مع الشيفتنج بتاعه بيلوس الانسايت، ساعات ما بيبقاش مركز في العلاج بتاعه، انا بقيت كويس، انا بقيت زي الفل، او حتى وهو مانك بيبقى يقول انا بقيت زي الفل وعايز ابطل، هو مشكلته بس بيشتكي ساعه الدبريشن بتاعه. الليثيوم ديسكونتينيوشن من ضمن الحاجات اللي ممكن تزود 28 فولد انكريز ريسك اوف ريلابس. يعني لو قعدت على الليثيوم لوحده بس والعيان وقفه، ده هيزود الريلابس ريت بصوره عاليه جدا. فبالتالي لازم بنعتمد على الديبو ميديكيشنز. الصوره دي ظريفه، لقيتها بفتكرها دايما. لما بندي حقن ساعات تدي حقنه تطلع الحقنه تنزل دم، فده تكنيك كده بيعملوه ساعات، عشان اكنك المفروض ان السكين عامله زي لايرز، فانت هتعمل بولينج للسكين وانت بتدي الحقنه، وبعد كده تسيب السكين، فاكن اللايرز هتقفل على بعضها، فحتى لو جه رابتشر مايكرو فيسل قليل مش هينزل دم. دي حته قلت اغير بيها. تمام. عندنا ايه الديبو اللي موجود في السوق حتى دلوقتي؟ نراجع مع بعض كده. اللي موجود في السوق دلوقتي ايه اللي موجود، ايه اللي نقدر نستخدمه للعينين بتوعنا في البايبولاريتي؟ طبعا عندنا بالنسبه لو هنبدا بالمستشفى الهالوبريدول، ساعات بيبقى موجود معانا. كلوبيكسول طبعا، والحاجات الفلوكسانول طبعا ابتدى يبقى موجود دلوقتي شويه. اسمه ايه، مش كلوبيكسول، فلوانكسول، ده من الحاجات اللي موجوده بس قديمه برضو، عامله زي كلوبيكسول كده، من نفس الشركه برضو منزلاه، من الحاجات اللي منتهي، بس برضو ليها اكسترا بيرامدال سايد افكتس. لكن لو هنتكلم على السكند جينيريشن انسايكوتكس، المتواجد بقى عندنا ريسبيريدون والباليبيريدون، هما الاثنين بس اللي موجودين دلوقتي ديبو ميديكيشنز. اولانزابين فلوكستين من الحاجات اللي بنحب دايما نجيب سيرتها في البايبولر، لان من الادويه الهايله. هم حتى لما الشركه عملتها، هي كانت شركه امريكاني شغال على اولانزابين لوحده وعلى فلوكستين لوحده، جربوا حطوا الاثنين على بعض، لقوا ان الاثنين الشغل بتاعهم مختلف عن كل دواء، اكنهم عملوا دواء ثالث. ليه دوزز كتيره قوي موجود في مصر، من اول 3-25 6-25. الاولاني ده الاولانزابين، والتاني هو الفلوكستين. لقوا ان هم بيعملوا مينتنس تريتمنت حلو قوي في البايبولاريتي، وبيمنع الديبريسيف اتاكس اللي بتبقى موجوده، وفي نفس الوقت وجود الاولانزابين مع الفلوكستين بيمنع الشيفتنج للمانيا. بعد كده مع الوقت اكتشفنا ان ممكن ان انت تعملكم، يعني مش لازم الاولانزابين مع الفلوكستين بس، ممكن بدل الفلوكستين يبقى اسسرايز ثانيه تستخدم بدوز قليله وتجيب نفس الافكت بتاعها. كوتايبين هو انت شايفه ايه؟ احنا عندنا اولانزابين مع فلوكسين، والاولانزابين غالبا سيديتنج. انت بتستخدمي الاولانزابين امتى؟ فانا بستكتبه بالليل. لا مش للدرجه، مش هيمنع النوم يعني. انا عن نفسي بستخدمه بالليل وغالبا بيناموا بيه يعني. كوتايبين عارفين ان احنا عندنا اي ار وعندنا اكس ار. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ايميديت ريليز هيبقى ليه سايد افكتس، بس بالنسبه لي هيبقى ليه افكت في حاجات ثانيه. هيبقى البيك بتاعه عالي قوي، فانا هستخدمه في السيديشن بتاعه، يبقى عالي في الاول هستخدمه هتبسط بيه، ولكن هضطر ان انا ادي لازم كذا مره في اليوم، هدي مرتين في اليوم على الاقل. ومشكلتي مع البايبولر ان هو ما بيبقاش كومبلاينت قوي، فغالبا ممكن اديه في الاول بس لازم بعد كده هحوله على الاكس ار او على اللونج اكتنج.
الله يرحمه دكتور طارق اسعد، كل ما نجيب سيره الادويه لازم نجيب سيرته معانا ربنا يرحمه يا رب. كان بيقول دايما ان ده السمارت تشويس، ان الكوتايبينز نسميها كوتايبينز، ان كل دوز في الكوتايبين اكنه دواء لوحده. عندنا الكوتايبين من 25 50 100 150 200 300 400، وكل دي لها استخدامات. وكان دايما يعمل لنا جدول انك انت عندك في الدوز الاولانيه انت ممكن تستخدم ال 25 كايه كاسيديشن، حتى بنستخدمه كتير في جيرياتريكس كاسيديشن، او حتى لو حد ووركينج وعايز حاجه يدوبك تساعده في الدخول في النوم. او ال 50 الاكس ار، ال 50 بقى دخلنا في حاجه ثانيه انه ممكن يتحط كادون في الدبريشن او في الانكزايتي. ال 50 وال 150 بيستخدموا فيهم، بالعكس ده ممكن يبقى من 150 يبقى مينتيند عليه لو هو باي بولر ديبريشن. دخلنا في ال 300، ال 300 معروف ان انا هستخدمه، ابتديت استخدم كمينتيننس في الباي بولر ديبريشن، او لو هستخدمه قرصين يعني 600 او 400 يبقى احنا دخلنا في الباي بولر، يبقى باي بولر تريتمنت اوف اكيوت كيس او مينتين في الـ في الـ في الباي بولر ديبريشن. فمن السمارت دراجز الموجوده عندنا يعني. والسيجنيفيكنتلي مور افكتيف ذان ليثيوم، ده في ستادي وصلت انها قالت ان هو كمان مور افكتيف عن ليثيوم، بس اعتقد طبعا ليثيوم احنا بالنسبه لنا كورن ستون، ما بحبش حد يجيب سيرته في حاجه يعني، لكن غالبا علشان الـ 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 احنا مش محتاجين مونيتورنج نعمله كتير، العيان مش هشتكي منه كتير لو تعود عليه وقعد عليه مده طويله، مش هيبقى فيه خوف من توكسيستي كل شويه، فغالبا التولرنس بتاعه اعلى. فعشان كده غالبا في ستاديز قالت ان هو كمان يمكن اعلى واحسن في كتابته. ادفرس افكتس، بنخاف بس من الدراي ماوث، من الحاجات اللي بتعمل دراي ماوث. سيديشن بتاعه في الاول بيحصل وخصوصا لو هستخدم الاي ار. سومنولنس اللي هو النوم، والديزنس والكونستيبيشن. كونستيبيشن زي دراي ماوث، الادويه دايما اللي بتعمل دراي ماوث بتعمل كونستيبيشن. لورازيدون موجود معانا في السوق متواجد عارفينه، تودازيدون موجود حتى اللي هو اسمه لاتودا بره البراند بتاعه. ابروفد وابتدى ياخد ابروف كمونوثيرابي وكادجوفنت ثيرابي. ميستو برضو في الملخص ان هو من الحاجات الحلوه اللي ملهاش سايد افكتس كتير قوي. انا شايف ان ممكن يكون عيب في البايبولاريتي وما بيعملش سيديشن، ما بعرفش استخدمه في الاول، لازم ادي معاه حاجه يا بنزودايزيبين يا اما اعمل له كومبينيشن مع حاجه تانية من الانسايكوتكس اللي هتعمل سيديشن عشان تنيم العيان. لكن من الادويه الكويسه وبخاف منه هو شبه شويه الاريبيبرازول انه ممكن يعمل برضو اكاثيزي. انتي ديبريسنس هستخدمها ولا مش هستخدمها في البايبولر؟ احنا قلناها في وسط المحاضره. لو عيان ديبريشن هستخدمها وذ كوشس، ولازم يكون معاه مود ستابلايزر عشان اطمن ان العيان ما يشفتش الناحيه الثانيه. وزي ما قلنا برضو في النص احنا بنراجع مع بعض ان انا ممكن اعمل له اندكشن اوف شيفتنج امتى؟ عيان باي بولر واوت بيشنت ومش عارف اعمل معاه حاجه، او حتى ان بيشنت عندي وداخل في سوسايد. بيجي لي عيان كده كل ما يجي سيره الموضوع ده افتكره يقول لي بص انا هنزل اخد القطر بالحضن. يا عم يرضيك يهديك، راجل كبير، راجل حاجه حوالي 60 سنه يعني، انا مش شايف، انا مخنوق، انا متضايق، انا كذا، انا بضطر، وابنه موجود معايا يقول لي بص اتصرف طلعه لي من الحاله دي ومالكش دعوه لو حتى هاجوا جري في الشوارع. فبنضطر ان احنا ساعتها ادي انتي ديبريسنت قوي، ومع ان انا عارف ان انا حاطط له المود ستابلايزر معاه، لكن افهم الاهل كويس قوي انه ممكن يشفت الناحيه الثانيه. طبعا اول ما يبتدي يفوق يقول لي الحمد لله انا كويس، سيبك من الانتحار، احنا خايفين من ربنا، ومسحبين الانتي ديبريسنت تاني. Current guidelines stress to use in short term و early discontinuation. نفس الكلام اللي احنا بنقوله clinically ان احنا بديه short term ووقف في ساعتها على طول طبعا. At the same time no strong evidence to avoid them in severe bipolar depression. هو ده clinical experience بتاعنا. ECT طبعا حدث ولا حرج، احنا من الناس المساندة جدا والمحبة للـ ECT. انا عن نفسي بستخدمه كتير قوي وبدافع عنه، ولو احنا مش هندافع عن الحاجة بتاعتنا ما حدش غيرنا هيدافع عنها يعني. كل الناس بره وابتدى يبقى فيه ايرا ان احنا ضد الاي سي تي والاي سي تي ومخاطره، احنا لو عارفين الاي سي كويس قوي ومذاكرينه كويس قوي ومراجعين كويس قوي ومنقي العيان كويس ومحضره كويس مش هيحصل اي مشاكل منه، بالعكس هيبقى فيري افكتيف، هيسعفني، هيقلل وقت الادمشن بتاعي. ويكفي ان انا دايما اقول للعيانين ده احنا لو واحده حامل وخايف عليها مش هديها حبايه، هديها اي سي تي ومش هيحصل منه اي مشكله، بيبقى افكتيف. كان في ناس حتى قالت في فتره انه ما بيبقاش افكتيف قوي مع البايبولر ده، بس شغال مع السكيزوفرينيا او مع الدبريشن، لا بيبقى افكتيف، وحالات كتيره من المانيا اتظبطت كتيره مع الاي سي تي. سمعنا عن حاجه اسمها ار تي ام اس، ريبتيتيف ترانس ماجنتيك ستيميوليشن. باختصار برضه هو اكتشفوا انه ممكن باستخدام الماجنت بطريقه معينه على سايدز من البرين ممكن تشتغل، وخصوصا في الدبريشن، هو مش بيشتغل في البايبولر، لكن لو ان هو افكتيف اكتر في الدبريشن بيحتاج جلسات طويله شويه ومده طويله شويه، ممكن توصل من 16 ل 24 جلسه، لكن لو هو افكت بس طبعا اقل من الاي سي تي. في
في اكسبيريمنتال بقى دراجز مش عايزين نتدخل فيها كتير قوي، كله بيحاول يدور في حته بتاعه الباي بولر، سواء الكالسيوم شانل بلوكرز، نيموديبين، المغنيسيوم سلفيت، التاموكسيفين، الاوميجا 3. بيجي لي عيانين كتير قوي يقول لي طب انا هاخد اوميجا 3 ليه؟ عشان بيلاقوا على النت كتير قوي كتب ان الاوميجا 3 بتبقى حلوه في الباي بولر، وهو كده كده اصلا زي السمك وهو حاجه فيتامين فاخدها. انا نفسي بقول له خدها، يعني مفيش مشكله خدها، بس طبعا لازم ناخد العلاجات الثانيه بتاعتنا. summary of medications عرفناها بقى كلها، وعرفنا لو عايزين نراجع السلايد دي بعد كده مع بعض مفيش مشكله، والابروفز اللي موجوده منها. لو هنخش على المينتنس تريتمنت، العيان دايما يقول لي انا هوقف علاج امتى، انا هفضل ماشي على علاج قد ايه، بنرد بنقول له ايه؟ على حسب. اولا انا ده انا عن نفسي لو هقول العيان بتاعي هقول ان احنا الجايد لاينز بتقول لو انا اول اتاك بيجيلي ببدا احسب، عشان بس ما يقولش ان انت قلت لي 6 شهور من انا باخد علاج بقالي شهرين، لا احنا بنبدا نحسب من استقرار الحاله بقت كويسه ومديها المينتنس تريتمنت بتاعتها. المفروض ان انا بقعد، الدراسات بقى بتقول من 6 شهور لسنه، وفي ناس بتقول من اول مره بقعد سنتين، لكن عامه من 6 شهور لسنه، وبعد كده ببدا اسحب العلاج بتاعي واقول له ان احتمال 50% انك تتعب تاني، عشان ما يبقاش انت قلت لي بقى 6 شهور وانا عملت اللي انت عايزه. لو تاني اتاك بنقعد من سنتين لخمس سنين بعد استقرار الحاله، وافهمه ان لو الاتاك دي تالت مره تجيلنا ده معناه ان احنا قاعدين عليه فور لايف الى ان يظهر علاج كيورنج للموضوع ده. يعني يفضل طبعا ان انا استخدم حاجات لونج اكتنج او لو ديبول، ده هيساعد كتير قوي وهيمنع الريلابسز في النص، لان انا فاهم العيان انا خايف جدا اللي يحصل لك ريلابس، خايف عليك، لان انا هبدا اعد من زيرو تاني، هنبدا نعد الفتره المينتنس بتاعتنا تاني قبل ما نوقف العلاج. ده اللي احنا لسه كنا بنقوله من شويه. concomitant psychosocial intervention بستخدم بقى في النص ان انا اساعده واساعد اهله واقعد مع الناس واعمل الريلابس بريفنشن وافهمه واعمله السي بي تي بتاعه كويس قوي وامنع الوقعه بتاعه العلاج بتاعه. طب همشيه على انهي دوز؟ كلمة السحرية least effective dose، العيان ده ابتديت انا اعلى بالدوزز لحد ما وصل ل 600 مللي مثلا كوتايبين، يبقى المينتنس بتاعه 600، ما حاولش ان انا انزل لتحت. لا، اول ما العيان يتظبط على حالة على جرعة بتبقى هي الافكتيف دوز هي الثيرابيوتيك دوز. انا بالنسبة لي بعمل كده حتى في عينين الدبرشن، ممكن بعد الست شهور الاولين ان انا ابدا اقلل في الدوز شوية. هندي كلمتين بسرعة عن الكوتايبين، انا شايف ان هو بصراحة يستحق ان احنا نقول له. ناخد بالنا بس ان هو سيداتيف، ان انا بستخدمه لما يبقى فيه سيديشن، انكزيوليتيك، انتي مانيك، مود ستابلايزنج، وانتي ديبريسنت. سلايد دايما كان بيحطها لنا الدكتور طارق اسعد الله يرحمه. استخداماته هو بيشتغل على السيروتونين، بيشتغل على الدي 2، بيشتغل على الاتش 1، على الالف 1 وال5 اتش تي 1 اي، ده اللي بيخليه يشتغل معانا في الدبريشن، بيشتغل في الانكزايتي، بيعمل سيديشن عشان الهيستامين اللي بيشتغل عليه، وفي نفس الوقت هو مش سايب الشغل الاساسي بتاعه الدي 2. طب ليه ما بيعملش اكسترا بيراميدال سايد افكتس؟ حد عارف؟ مع انه بيشتغل على دي 2 بعيدا عن السيروتونين، انه بيشتغل بهيت اند رن، ما بيمسكش في ريسبتور وبيعمل لي الاكسترا بيراميدال، فحتى لما بعلي الدوز قوي هو ما بيش... نفس الفكره، هو بيدخل على الريسبتور ويطلع ويسيبه، فبيعمل له اوكيبنسي ويسيبه، فما يحصلش السايد افكتس اللي احنا خايفين منه. اليوزز والاف دي الابروفد اللي هو واخدها في الاكيوت سكيزوفرينيا والسكيزوفرينيك مينتنس والاكيوت مانيا والباي بولر مينتنس والباي بولر ديبريشن، يعني حدث ولا حرج. ليه اوف ليبل يوزز؟ يعني مش واخده ابروفل لكن احنا بنستخدمها كتير، انا عن نفسي بستخدمه في الجيرياتريكس مثلا كتير. البيهيفيرال ديستربنس اللي في الديمنشيا، البيهيفيرال ديستربنس في الباركنسونيزم، احنا قلنا من المزايا بتاعته انه ما بيعملش اكسترا بيراميدال، فمن الاختيارات الجيده قوي ان انا استخدمه مع عيان باركنسونيزم. بالظبط، هو فيرست تشويس بالنسبه لي. اي بقى بيهيفيرال ديستربنس طبعا ده ما بيبقاش فيه ابروفل لكن بيستخدم ككلينيكال كتير قوي، بيستخدم في الادكشن معانا كتير برضو من الحاجات اللي بتظبطها، والسيفير تريتمنت ريزيستنت انكزايتي حتى في الانكزايتي بيستخدم، حتى في الانكزايتي بيستخدم. الجايد لاينز احنا اتكلمنا عليها في النص، ان احنا بنبدا من عندنا من 25 والمينتنس من 300 400 وممكن في الاكيوت كيسز لحد 600 800، وسمعنا كتير حتى على فكره في الخليج بيدوا لحد 1200 مللي وفيري سيف ما فيش مشكله، بس طبعا يمكن هناك جيناتيكلي الناس بتستحمل اكتر مننا، احنا هنا ما بنزودش عن 800 بصراحه. دي ريفرنس بتاعت المحاضرة النهاردة، أتمنى ما أكونش تقلت عليكم كتير ونكون استفدنا مع بعض، وشكرا لكم يا جماعة.